السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية أطفال الرمث النموذجي الصف الأول، معكم المس ربا كراسمي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم يا أول منعود بالفصل الثاني لمتابعة الفيديوهات يا أول معاكم. اليوم عندنا حرف جديد في اللغة العربية إن شاء الله. اليوم الحصة اليوم رح نتعرف عليه يا أول. خلينا نكتب عنوان الدرس يا أول. تج تج ري دو بار فو أطا إي أطا إي. اليوم يا أول عندنا حرف جديد من حروف اللغة العربية. طبعا يا أول إحنا بلشت أني ما هجيت، إحنا بطلنا نهجي أول، إحنا بدنا نقرأ تجريد حرف الطاء. خلينا نتعرف أول معلومة على حرف الطاء يا أول، إنها من أبناء أول، برافو عليكم، من أبناء الشمسية والأل الشمسية، تكتب ولا تلفظ، والحرف الذي يليها يأتي مشدد، يأتي مشدد. إذا حرف الطاء من أبناء الشمسية. خلينا نعرض يا أول بطاقات حرف الطاء ونتعرف على صور يا أول. ما هذه الصورة يا أول؟ ما هذه الصورة؟ هي من الآلات الموسيقية يا أول، يا عيني عليكم. طبلون، ممتازين، طبلون. خلينا نكتب كلمة طب، طه، إب، لون، طبلون، يا عيني عليكم يا أول، طب لون. خلينا نشوف الصورة الثانية يا أول. هو من وسائل النقل يا أول، بنقدر نسافر فيه يا أول. ما هذه الصورة يا أول؟ يا عيني عليك، وفي إلو عربات، إنه قطار. ما هذه الصورة يا أول؟ قطار رن. قي 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 قطار رن. أو بصير يا أول نقول قطار رن، صحيح أول قطار رن، إحنا التناوين كلها أخذناها يا أول، قطار رن. خليني أشوف الصورة يا أول اللي بعدها، إحنا بنستخدمه وماما بتستخدمه في تصليح الملابس أو في صناعة الملابس يا أول، بيساعدنا. ما هذه الصورة يا أول؟ ما هذه الصورة يا عيني عليكم؟ خيطن. يلا مع بعض يا أول، خيطن، يا عيني عليك يا أول. الصورة الأخيرة يا أول أنا بدي أرسم لكم إياها، هي عن عبارة ماما بتحطها على الأرض يا أول، من مدها إحنا بالبيت على الأرض، ماشي يا أول. ما هذه الصورة يا أول؟ يا عيني عليكم، بصاطن. إذن هذه جملنا يا أول، هذه جمل إيه عذرا هذه كلماتنا يا أول. إذن منبلش يا أول نقطع صوتي زي ما تعلمنا. يلا يا أول، الكلمة الأولى طب لن. عندنا الكلمة الثانية قطارن. عندنا خيطن. بساطن. وأنا قلت لكم يا أول إذا بقطع صوتي بعرف أقرأ وبعرف أحلل. خلينا نشوف تحليل الكلمة الأولى طبلن. شايفي أول زي ما بنفض بحلل، طب متحرك ساكن، لن مقطع مد قصير، مقطع مد قصير. الكلمة الثانية قطارن. زي ما بقرأ بقطع قطارن. باجي على الكلمة اللي بعدها خيطن. زي ما بلفظ يا أول بحلل، ب س مقطع مد قصير، مقطع مد طويل، وطن بساطن. شايفين يا أول التقطيع الصوتي ساعدني أقرأ وساعدني
احلل يا اول، ساعدني احلل. شفنا يا اول، شفنا شلون. طب هسه يا اول خلينا نشوف بده يزورنا، بتتذكروه كان يزورنا بالفصل الاول اللي هو الخط، خط الخط اللي بيكون مكتوب على الدفتر يا اول، صح؟ بده يشوفنا هالخط، احنا بنعرف نكتب حرف الطاء يا اول. خلينا نشوف كلمه طبلون. انا لفظت القط يا اول، ط طبلون، يا عيني عليكم، في بدايه الكلمه جاء حرف الطاء في بدايه الكلمه. شوفوا يا اول، قاعد على السطر، ماد ايده، اله عصا، اله عصا. اول ما بصير القط نكتبها هيك ونبعد العصا لهون، غلط، هاي غلط. واني ما بصير القط اطلع العصا لهون، خطا. ماشي يا اول، خطا. اذا الرسم الصحيح على القط هيا يا اول، مايله، خط مايل، زي كاننا نرسم نص الشكله بيت البنت، ونحط العصا، شايفين وين يا اول؟ عند الطرف هون، ما بصير ابعده عنها، غلط، وما بصير احطه فوقيها يا اول، غلط. شوفوا كلمه قطار، قطار، وين لفظت القط يا اول؟ بقطار، نعم، ممتاز، في وسط الكلمه، شايفين؟ مايل على السطر، قاعد يا اول، طل وين عصاته يا اول؟ انا ما بصير اكتبها هون او بصير ازيحها لهون، خطا يا مس. ماشي، بكون حلي خطا او كتابتي خطا. اذا حرف الطاء يا اول، قاعد على السطر وماد ايده وإله عصاه ماسكه فيه هون يا اول، قاعده عنده هون. ماشي يا اول، اذا حرف الطاء يا اول ماد ايده، اذا ماله حرف، ماله يا عيني عليكم، مسكين، حرف المسكين بده يمسك، بده يمسك حرف المسكين. خلينا نشوف كلمه خي طن، خي طن، انا وين لفظت القط؟ خي طن، يا عيني عليكم، في اخر الكلمه، في اخر الكلمه، ماله يا اول؟ متصل ام منفصل؟ جاء متصل بحرف الاي، يا عيني عليكم، حرف الاي، ونرفضه اي مع السكون. قاعد على السطر، طلوا وين العصا يا اول؟ برجع بعيد، ما بصير اكتب لي العصا هون، في طلاب بكتبوا هيك، هاي خطا، ما بصير اكتب العصا فوق، خطا، لازم يا اول جنب راسه هون بس تخلص طرف راس، شايفين يا اول؟ شايفين؟ يلا، بصا طن، بصا طن، وين لفظت القط يا اول؟ يا عيني عليكم، لفظته في اخر الكلمه، طب مين يقول لي اول؟ متصل ام منفصل؟ يا عيني منفصل، لانه حرف الآ حرف الرفاس، جاء في اخر الكلمه، نايم على السطر يا اول، شايفين وين عصاته؟ هون، قلنا ما بصير اكتبها هون ولا بصير ابعدها عنه هون. اذا حرف الطاء يا اول انتبهوا عليه، احنا قلنا عنه مسكين، صح؟ تعرفنا عن مسكين، مين يقول لي كم شكل له؟ يتغير شكله هون، تغير في وسط الكلمة، تغير في بداية الكلمة، تغير في آخر الكلمة، متصل أو منفصل. إذا حرف الطاء له شكل واحد، شو إله يا أول؟ له شكل واحد. إذا حرف الطاء له شكل واحد. يلا يا أول نغني اسمه صوته. إذا حرف الطاء صوته إط، حرف الطاء صوته إط. إذا يلا يا أول، أنا حرف الطاء صوتي إط، أنا حرف الطاء صوتي أط، لي شكل واحد، لي شكل واحد، أول عيد معي يلا، لي شكل واحد، لي شكل واحد، وأنا حرف مسكين، وأنا حرف مسكين، وأنا من أبناء الشمسية. إذا حرف الطاء صوته أط، حرف الطاء صوته أط، يلا يا أول عيد معي، حرف الطاء صوته أط، حرف الطاء صوته إط، يلا يا أول، كل واحد يقول لماما حرف الطاء صوته إط، اسمي طاء صوتي إط، اسمي طاء صوتي إط، لي شكل واحد، لي شكل واحد، وأنا حرف مسكين، وأنا حرف مسكين، وأنا من أبناء الشمسية. إذا يا أول حرف الطاء صوته إط، حرف الطاء صوته إط، وهو حرف مسكين، وهو من أبناء الشمسية، وله شكل واحد، وله شكل واحد. إذا يا أول اتعرفنا إنه حرف الطاء صوته إط، وهو حرف مسكين، له شكل واحد، وهو من أبناء الشمسية، وهو من أبناء الشمسية. هسه يا أول نتعرف على مقاطع
حرف الطاء. احنا حروف المد الطويل اخذناها يا اول الا الاو والاي، صح يا اول؟ واخذنا الحركات اه او والاي والسكون، صح يا اول؟ وقلنا يا اول التناوين، الان بيجي بعصا وبيجي بدون عصا، تنوين الفتح، الان والام، صح يا اول؟ اذا هسه بدنا نكتب حرف الطاء مع هذه الحركات والتناوين وحروف المد الطويل. احنا بدنا نتفق يا اول انه حرف الطاء بقول عنه اط. شو بقول عنه؟ اط، بيجي باول الكلمه، بوسط الكلمه، وباخر الكلمه، ماشي؟ اط. طيب هسه لو اجي انا اقول الاط يا اول، الاط مع الا، شو بس بقول عنه يا اول؟ طا، الطاء، طا، مد صوتك يا اول، الطاء، طا. طيب يلا يا اول، الاط مع الا، طا، الطاء، طا، اط مع الاو، طو. شايفي اول انا بمد لان الحروف ما طويل، انا بدي امد، بدي امد طويل، طا، طا، الطو، طو. يلا الاط، عذرا يا اول، يلا الاط مع الاي، طي، الطوي، طي. فهمنا يا اول؟ انا بمد طا. يلا بالحركات اللي تعلمناها، طا، طو، طي. يلا مع الحركات يا اول، شكل واحد، ما راح يغلبني، ما راح يغلبني يا اول، قطو فتحه ط. طي يا اول انا قصيتها، ط، ط، ط. قطو ضمه، طو، طو، طو. قطو كسره، طي، طي، طي. قطو سكون، شو بضل صوته يا اول؟ بضل صوته قط. شو بضل صوته؟ قط، قط. اذا يا اول مع الفتحه ط، مع الضمه طو، مع الكسره طي، ط، طو، طي، قط. زي ما تعرف قصيناها احنا مشان يوم الاملاء، انا اقول لك ما تقول لي معاها مد طويل او مد قصير. يلا اول ط، طو، طي، قط. هسه مع الشد والفتحه، احنا قلنا شد وفتحة ايطة. خلينا اذكركم يوم احلل الشدة، احنا اتفقنا انه الشدة عبارة عن اط واط، صح؟ الاط الاولى عليها سكون والثانية شو عليها؟ فتحة. شو الحركة اللي بتكون مع الشدة؟ بتكون على الحرف الثاني، شو بالضبط؟ اطة، اطة، اطة. شايفيني اول؟ يلا اطة، اطو شد وضمة، اطو، اطو، اطو شد وكسرة، ايطي، ايطي، اطو شد و ايطا، اطو شد و ايطو، اطو شد و ايطي. شايفيني اول انا مديتها هون اطا، قصيتها اطو، قصيتها اطي، هسه ايطا مديتها لانه الان مد طويل، إطا، إطو، إطي. هسا الطه مع مين بحطها يا أول؟ مع الأو، طه أو، طو، طه أو، طو، طه، طه، وأي، طي، طه أي، طي. يلا أول التناوين ما راح يغلبني لأنه شكل واحد، إحنا قلنا تنوين الفتح يجي قاعد على عصا، بيجي مع عصاته، قلنا اذا بنجيب عصاته بطير التنوين، صح يا اول؟ الا على الاتات المربوطات، احنا اتفقنا بيجي التنوين بلا عصا، بلا عصا، صح يا اول؟ بحطه بدون عصا، بحطه بدون عصا. يلا يا اول بدي احط الاط معاها الان، تنوين الفتح صوته ان، اطو ان، طن. برجع بذكر تنوين الفتح، التنوين الفتح بيجي فوق الحرف مش فوق العصاية أول، طن مع الشد والآن إيه، طن، طن. تنوين الضم بيجي على الشكل الأخير للحرف، وإحنا اتفقنا الأط إلى نفس الشكل بالأول وبالوسط وبالآخر، معناته بكتبه لحاله زي ما هو بدون عصا لأنه تنوين الضم، طن، إيه،
طن طن ايه طن. هسه تنوين الكسر نفس الشيء يا مس، على الشكل الاخير للحرف، وبيجي تنوين الكسر تحت الحرف طن، واذا كان عندي شد بطلع تحت الشد ايه طن طن ايه طن. واحنا اتفقنا حرف الطاء من ابناء الشمسيه، نكتبه مع ال الشمسيه، او ال ال و ط ط، او ال ال و ط ط، او ال ال و ط ط. اتفقنا هي كتبناها مع ال الشمسية، مع الفتحة مع الضمة مع الكسرة، أط أط أط. حصلنا نكتبها مع ال آ وال ال أه ال أه وإط. طل يا أول برجع بعيد وبظني أعيد، ما بتمسك بالإل لأنه الأه رفاسي، الأط الأط. هسا مع الأو الأط وال إط ال إط. انتبه يا أول، شايفين؟ خلينا نكتبها زي صاحباتها بنفس اللون، ال إط حطينا مع الأه الأط الأط ال إط. إذا هاي حرف الطاء يا أول كتبناها مع حروف المد الطويل، مع التناوين، مع الحركات، ومع الشد. خلينا نشوف يا أول، نرد نقرأهن مرة ثانية. إط قلنا عنها إط، لا قلنا رفاسي ولا مسكينة ولا أول كلمة ولا بوسط الكلمة ولا بآخر كلمة، لأنها شكل واحد. إط طا أول طا طا طو، أنا قاعد بموت. طي طي، يلا يا أول طا طو طي إط طا طو طي إط إط طا إط طي إط إطو إطي طو طهو أو طو طهو أي طي. تناوين تنو مع التناوين، أول تنوين الفتح صوته أن، إطو أن طن إيه طن. تنوين الضم صوته أن طن إيه طن. تنوين الكسر صوته إن طن إيه طن. مع الأل الشمسية برفضه أطة، ما لفظت الإل بنضع الأطة، أطو وأطي وأطي. شايفين يا أول؟ لأنها شمسية كتبتها بس ما لفظتها فشقت عنها، أطة أطو أطي. الأط الأط الإط. شايفين يا أول؟ هاي مشان نسهل عليكم بالإملاء يا أول يوم ننقلكم إياهن وتكتبون بالحركات. إذا يا أول هاي مقاطع حرف الطاء، هاي مقاطع حرف الطاء يا أول. هسه يا أول نكتب كلمات فيها حرف الطاء. خلينا نبلش أطة أو إل أل وإطة أطة. عا مو الطعام مو كلمة أو ال ال إط الإط. فاء الإطفاء الإطفاء. بعدي عندي كلمة طا إي را تن طا إي را تن. عنا طا ما طي مو طماطم، الطماطم يا أول البندورة، صح يا أول؟ إحنا بنقولها بندورة وكمان الاسم طماطم. وعندنا كلمة ب طا طا بطاطا. عندنا كلمة قي قي طا قطار قطار. عندنا أط أط أط. فاء أطفاء لون أطفاء لون. عندنا كم آن كلمة طورن طورن. عندنا كمان كلمة بب ب
طيب بطيخ، خن بطيخ، خن عنا به إطه، تن بطه تن. شايفين يا اول عندنا كلمات كثيره فيها حرف الطاء، احنا نقلنا لكم يا اول كم كلمه مشان تشوف كيف بيجي حرف الطاء داخل الكلمات. الطعام، الاطفاء، طائره، طماطم، بطاطا، قطار، اطفال، طور، بطيخ، بطه تن. ان شاء الله يا اول يكون استفدتوا منه بتجريد حرف الطاء. يعطيكم الف عافيه يا اول، ونلقاكم بالفيديو القادم ان شاء الله.